خبر معنا دكتور خالد سعد، رئيس قطاع آثار ما قبل التاريخ. دكتور خالد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي بترى هذا الخبر وهذه الدراسة لهذا العالم الياباني حول فكرة أن الهرم يمتلك 8 أوجه وليست 4؟ لا، هو الدراسة مبنية على مجموعة من الصور الملتقطة لأهرامات الجيزة عن طريق الأقمار الصناعية وناسا. وموضوع الانحراف بتاع ميل الزاوية لما بيلتقط من الأقمار الصناعية بيبقى ليه شكل مغاير للشكل الحقيقي اللي حضرتك بتشوفيه وانت امام طبعا لمسقط الرؤيه او زاويه الرؤيه. نعم. الشيء الثاني ان احنا انا كنت تقدمت بدراسه مماثله لدكتور زاهي حواس من حوالي 12 عام لكيفيه مقاومه اهرامات الجيزه للنشاط الزلزالي، خاصه ان منطقه جبل اطراني هي مركز النشاط الزلزالي في مصر. وان اهرامات الجيزه حاليا او الهرم الاكبر بوجه خاص حاليا بقاله 4994 عام، يعني فاضل له 6 سنين فقط ويكمل 5000 عام صامت امام الحركه او النشاط الزلزالي الاتي من منطقه جبل اطران، في حين ان اهرامات اخرى زي مثلا هرم زوسر لم يتحمل هذا النشاط الزلزالي فانهار جزء من مكونه الداخلي نظرا للرطوبه ونوع البناء، لكن الهرم الاكبر كان مبني بطريقه علميه تقنيه هندسيه تجعله يتحمل هذا النشاط الزلزالي. وبالتالي الدراسة قامت على مجموعة من الدراسات السابقة كنوع من أنواع النشر العلمي، اعتمدت فيه على دراسة المصريين في المقام الأول وعلى مجموعة من الدراسات خاصة بالصور الأقمار الصناعية من ناسا، بالإضافة إلى تحليل مستمر لسنوات متعددة للنشاط الزلزالي أو الضربات الزلزالية أو الضربات التحت أرضية التي تقترب بشكل مباشر وغير مباشر من منطقة هضبة الهرم. نعم. بأي قدر بترى أن هذا الخبر هيكون مادة للجذب السياحي يا دكتور خالد؟ طبعا احنا عندنا يعني عوامل كتير جدا تقدر تخلينا نعمل ماركتينج كويس قوي لمصر، خاصة أن الأهرامات يعني كل ما تجيبي سيرة الأهرامات يحصل نوع من أنواع الجذب السياحي بشكل كبير جدا، الناس عايزة تشوف أي حاجة جديدة عن الأهرامات. يعني احنا جينا من حوالي 8 سنين اكتشفت أمام الهرم مجموعة من الحفريات الفقرية وقلنا إن ده ممكن يساعد في يعني عمل ماركتينج كويس للأهرامات والمنطقة هضبة الجيزة، خاصة ان هناك من الدراسات انتشرت في فترة معينة بتقول ان الاهرامات مش مبنية وانما مصبوبة، والكلام ده طبعا بعيد كل البعد عن الصحة، لان انا اثبت ان الاهرامات والبلوكات بتاعة الهرم اللي مبني بها الهرم موجود فيها فوسيلز لان هي من الحجر الجيري، وموجود فيها نفس الحيوانات اللي موجودة في منطقة وادي الحيتان، بلوكات مبني بيها جزء من الهرم نفسه، وهذا يدل على الهضبة بتاعت الهرم هي هضبة رسوبية لها تاريخ جيولوجي، وبالتالي هي مش مصبوبة. احنا بندافع عن الحضارة المصرية طبعا بنبين يلقى بالضبط كده عن طريق العلماء المصريين، وده يعمل نوع من أنواع النشاط السياحي، وده يعمل نوع من أنواع الرواج السياحي لمصر ويزود مردوداتها الدولارية. أنا بشكر حضرتك دكتور خالد سعد، رئيس قطاع آثار ما قبل التاريخ، على المداخلة وما قدمته معنا من معلومات.